برنامج حلو حادق معاكم سادي فؤاد. ان شاء الله النهارده هنعمل كذا وصفه. اول وصفه هيبقى الكاسادية بحشوات مختلفه، ودي تبقى فكره حلوه برضو كساندوتشات وينفع تتاخد للمدارس. وان شاء الله هنعمل كمان كب كيك بزينه الفراوله، وهيكون معايا ضيفه ان شاء الله عشان تزين معايا الكب كيك ان شاء الله. طيب هقول لكم بقى على المقادير. احنا طبعا معانا مقادير كتيره علشان حسب انتوا عايزين تحشوها ايه. يعني انا معايا اللي هو من غير لحمه بس مش نباتي قوي عشان معايا جبنه موتزاريلا، لان لازم يبقى في حاجه تمسك. معايا هيبقى في الحشوه هتبقى بالروز بيف، وفي معايا كمان حشوه هتبقى بالفراخ. هنبتدي الاول الحشوه اللي هي بالفراخ واحده واحده ورا الثانيه خلاص. ومعانا كمان التورتيا اللي هو العيش اللي بيتباع بيبقى جاهز، او احنا ينفع جدا نعمل العيش الرفيع ده بعجينه السبع دقايق او عجينه حلو حادق بتاعت البرنامج، بان احنا يدوبك بنعجن المقادير بتاعت عجينه سبع دقايق وبعدين بنفردها رفيع جدا وما نستناش تخمر خالص في الطاسه، على طول ناحيه كده ناحيه كده يدينا اللون ده وخلاص، ونغطي اهم حاجه بس بعدها بفوطه منديه عشان ما ينشفش مننا. هيبقى جاهز معانا بالظبط كده، مش هنحتاج ان احنا نشتري، واحنا عملناها قبل كده، عملتها تقريبا مرتين معاكم. طيب هقول بقى على الحشوات. معانا الاول حشوه اللي هي حشوه الفراخ. هيبقى معانا صدور فراخ مسلوقه ومتقطعه رفيع، فلفل الوان شرايح ويكون متشوح برضو جاهز حوالي كوبايتين تقريبا، بصل شرايح متشوح حوالي بصله واحده، صوص باربيكيو، وكوبايه جبنه شيدر مبشوره، وكوبايه جبنه موتزاريلا مبشوره خلاص. دي اول حشوه، هنعمل واحده ورا الثانيه وبعدين نتكلم على على الحشوات الثانيه عشان بس ما يحصلش اي لخبطه. طيب نجيب طبق كده عشان نشتغل عليه. هبتدي احط اول طبقه، ولازم نسخن برضو البوتاجاز معانا. والناحيه دي كمان عشان يبقى بالمره. لا انا فتحت الغلط، مش عارفه بيلخبطني دايما. اوكي كده العيب فيا انا. طيب احنا خلاص حطينا الشريحه دي، هنحط بقى عليها بقى الجبنه اول حاجه، لان الجبنه بتساعد على ان الحاجه تلزق في بعض. يعني انا مثلا في البيت بحب، او ابني بيحب جدا مثلا البيض السكرامبل، عارفينه اللي هو بيبقى بيض مضروب بشويه لبن وفي الطاسه بنفضل نقلب فيه يبقى سكرامبل، يبقى كده مش واخد مش عجه او شريحه رفيعه، لا بيبقى من نوع نقلب فيه على النار علشان يبقى سكرامبل. فدايما هو بيحبه كده، فدايما لما اجي اعمله الساندويتش لازم يروح مفرفط، لازم يروح واقع من بعضه، سواء في عيش بلدي سواء في اي حاجه في التوست بيبقى اوحش كتير يروح واقع منه. فاحسن حاجه علشان تمسك هي الجبنه، فاروح حطاله على لو مثلا توست شريحه توست يبقى شريحه التوست عليها الجبنه، جبنه بقى افضل جوده عشان الشيدر برضو بتنزل دسم كتير جدا. بروح حاطه الجبنه الاول وبعدين حاطه سواء مش لازم مبشوره ممكن شرايح، وبعدين بروح حاطه ايه بقى، بروح حاطه البيض في النص ومكوماه حبه حلوين يعني في النص، وبعدين احط بقيه الجبنه من فوق خلاص. فاللي بيحصل ان الجبنه وبدخلها بس شويه صغيرين، يا توستر يا اما الميكرويف على حسب، بس يفضل التوستر، بنلاقي الجبنه ساحت، فلما بضغط عليه بيروح قافل لي عامل لي زي قفله كده من كل ناحيه، فبيفضل البيض السكرامبلد في النص محبوس، فلما يجي ياكل ما بيقعش منه خالص. فدي طريقه بتبقى حلوه جدا ان ايه الحاجه تبقى ممسوكه معانا كويس جدا خلاص. بحط بقى البصل في النص، اي حاجه انتوا عايزينها، اهم حاجه فوق وتحت يبقى دايما في جبنه. البصل بيعمل شغل عالي جدا جدا، هو والباربيكيو بصراحه بيعملوا دايما شغل حلو جدا.
بتمنى يا رب تكونوا قضيتوا يوم جمعة سعيد وحلو، وتكونوا بتشوفوا الدعوات اللي بقعد احطها. دايما بحب يوم الجمعة كده انزل دعوات، والنهاردة نزلت دعوة برضو. ننزل بقى الفلفل الالوان، برضو الباربيكيو ممكن يدهن في الاول لانه مش هيعمل مشكلة، يعني حسب ما تحبوا تحطوا. ونحط الفراخ، طبعا الفراخ لازم تكون مستوية معانا، صدور فراخ مسلوقة بقى متبقية معانا من اليوم اللي قبله، حتى لو بانيه تنفع تتقطع رفيع وينفع، اي فراخ متبقية او لحمة متبقية من اليوم اللي قبله هينفع جدا تتعمل بالطريقة دي. خلاص بتبقى فكرة حلوة وسهلة وفي نفس الوقت مغذية، لان احنا معانا هنا الجبنة ومعانا الخضار والبصل والفراخ، فهي كل العناصر مهمة للأطفال موجودة معانا هنا. زي ما بقول ينفع جدا بقى للمدرسة، ينفع جدا للغدا، ينفع جدا للمناسبات. يعني أنا عندي مثلا ابني عنده مثلا يوم الحد لازم ياخد معاه أكل فطار، فدي فكرة حلوة للفطار يتعمل كده ويتقطعوا، يعني بعد ما نخلصه على النار هيبقى شكله حلو قوي، فينفع ان احنا نقطعه مثلا على 4 6 حسب ايه التقطيع اللي احنا عايزينها. خلاص اخر طبقة تبقى الجبنة، وننزل عليها بقى بالشكل ده. هروح ضغطة كويس، واروح واخداها على الجريل، اخدها على الناحية دي او على الناحية دي اي ناحية منهم، وعلشان اكبسها كويس لان هو المفروض بيتعمل في اللي هو، طبعا في ناس عندهم الجهاز ده اللي هو بيتقفل من فوق، لكن اللي ما عندوش هيحط بقى كده اي حاجة تقيلة فوقيها. خلاص بس عشان ايه، عايزاها انها تبقى ضغطالي عليها كويس جدا. ممكن حاجة اكبر، اخد واحدة اكبر من دي. ناخد ايه، ناخد حلة تقيلة كده فوقيها عشان تضغط كويس كده. يلا نعمل اللي بعده. اللي بعده بقى هقول لكم على المقادير حالا. الحاجات دي بقى بتتباع بره غالية جدا، فاحنا نعملها في البيت وارخص بكتير جدا. الحشوة اللي بعدها معانا حشوة الروز بيف. احنا ينفع نحط مثلا، احنا كنا عاملين الاسبوع اللي فات لحمة باردة اللي هو الروستو، ينفع اللي اتبقى منه نقطعه رفيع خالص او حتت ونستخدمه. ينفع اي لحوم عندنا متبقية نقطعها رفيع خالص ونحطها، مش لازم نشتري روز بيف مخصوص. خلاص يبقى المقادير بقى تنزل على الشاشة دلوقتي. معانا روز بيف شرايح، بصل جوليان مكرمل او اي تقطيع انتوا حابينها، بس تكرملوه، يتكرمل يعني يتشوح على النار لغايه ما ياخد اللون الذهبي ده. كوبايه جبنه شيدر مبشوره وكوبايه موتزاريلا مبشوره. الطعم هنا بيبقى خف شويه لان دايما روز بيف معروف ان هو طعمه هادي شويه، خفيف مش تقيل، فبالتالي احنا ايه اهو اخده بس يعني ما بيبقاش معاه نكهه قويه. نحط برضو الجبنة من تحت، يعني لو اشترينا اي ساندويتش روز بيف هنلاقيه دايما نكهة الروز بيف عشان ضعيفة قوي، فما يعني مش بيتحط معاه نكهات قوية، دايما يبقى معاه مثلا جبنة شيدر اي حاجة خفيفة ما يبقاش فيها نكهات قوية. غير الفراخ حلوة عليها مثلا الباربيكيو دي نكهة قوية. انا بقى عايزه اتكلم معاكو على حاجه مهمه جدا في تربيه الاطفال، وهو ان احنا نعلمهم من صغرهم ان هم ما يكذبوش، يكونوا دايما كلامهم فيه صدق، لان الاطفال من صغرها بتتعلم الاساسيات دي، يعني بتتعلم من صغرها اذا كانت تكذب او لا، فبيستسهلوا في الاول ان هم يقولوا الكلام اللي هو ايه اللي جاي على مزاجهم، مش شرط الحاجه اللي صح. فلو احنا ما تابعناش الموضوع ده ولقوا اقبال، موضوع سهل
هيروحوا ايه مكملين وايه سايقين فيها. فهي دي الفكره، ان احنا لازم ايه نخلي بالنا قوي من حته المصداقيه دي. يعني انا اهلي مثلا عملوا معايا حاجه جميله قوي زمان، انا فاكراها لغايه دلوقتي بفتكرها دي لسه، ان ايه قالوا لي شوفي يا سالي لو انت الحكايه اللي انت حكيتيها دي حقيقي صح هنجيب لك هديه، خلاص لو انت الحكايه اللي انت حكيتيها دي لا مش صح يبقى ايه، يبقى مش هنجيب لك الهديه دي. انا ايامها كان نفسي، كان زمان وانا تقريبا 7-8 سنين، انا كان نفسي ايامها جدا في عروسه باربي، ف ما كنتش بقى مصدقه بقى بجد هيجيبوها لي. انا قلت لهم، يعني قلت لهم القصه كذا كذا كذا، قالوا لي يا سالي لو حقيقي هنجيب لك العروسه، لو مش حقيقي اللي بتحكيه يبقى مش هنجيب لك العروسه. فالمهم اكتشفوا فعلا اللي انا بقوله حقيقي، خلاص لقيتهم فعلا في يوم مستنيني بعد، كان ايامها كنت بروح الحضانه ساعتها في الوقت ده، يبقى كان عندي اصغر 6 سنين تقريبا. في المانيا الدخول المدرسه بيبقى اكبر شويه عن في مصر. لقيتهم مستنيني ساعتها، بس انا كان في فتره في المانيا برضو كان كنت بروح المدرسه وبرجع بعد المدرسه على الحضانه، كان بيبقى في وقت اضافي المدرسه الحضانه بتعمله علشان اللي هيعملوا واجبات او كده بيستقبلوهم من المدرسه عشان يعملوا الواجبات فيه. بس فكنت بروح الفتره دي، فانا تقريبا كان عندي 6-7 سنين تقريبا، لقيتهم فعلا مستنيني بعد الحضانه طالعه، ولقيتهم مستنيني بعلبه باربي بقى، وكنت فرحانه جدا جدا. واليوم ده مش هنساه، من يومها بخلي بالي جدا ان انا كل كلامي يبقى فعلا في مصداقيه عاليه جدا، لانها حاجه علمت معايا، يعني حاجه اثرت فيا جدا وعلمت معايا جدا، فبالتالي بقيت فعلا بخلي بالي ان كلامي يبقى فيه مصداقيه. كل واحد يعمل مع اطفاله الطريقه او الوسيله الحلوه اللي اتعلم معاه، بحيث ان هو صغير يفتكر كويس ده انا ماما وبابا فعلا كانوا قايلين لي ان لو كذبت ده مش حاجه كويسه، ولو قلت الصراحه انا يومها دوني كذا. فتعلم، بس اهم حاجه اتعلم معاهم. معانا تليفون، صور. طيب نشوف بقى، لا هننزل بس دي كده على النار، هعمل نفس القصه ننزلها ونشوف مع بعض الصور اللي اتبعتت، عشان دي مهمه جدا. طبعا هتبعتوا طبعا الصور على بيج القناه وبيج حلو حادق البرنامج، عشان نعرف ننزلها هنا. ايوه زي ما انتوا شايفين كده، بيج القناه وعلى حلو حادق هتنزلوا الصور عليها، علشان لو عندي انا مش عارفه انزلها هنا، كتير بيبعتوا عندي. بسمه عملت شوربه خيار والزبادي والنعناع، تسلم ايديكي. اوكي تسلم ايديكي. الصبح كان كوبايه بردقوش، والغدا شوربه الخيار بالنعناع، تسلم ايديكي. ودي شرايح الخبز، تسلم ايديكي. انا كتير جدا الحمد لله بيبعتولي شرايح الخبز، تسلم ايديكي. عجة البيض المشبعة، دي برضو من الحاجات الحلوة جدا ومشبعة جدا جدا جدا، هايلة، بنصح بيها قوي قوي قوي. رز شوية صغيرين مع فراخ مشوية وفلفل. هو الرز طبعا كل ما هنقلله كل ما ايه هنحرق احسن كتير، نراعي النقطة دي. سلطة الفاصوليا اللي انا كنت عملتها قبل كده في حلقة، تسلم ايديكي. نتكلم بقى عن الحلويات، دونتس، تسلم ايديكي، شغل الدونتس عالي جدا،
ما شاء الله منفوش جدا جدا، عشان استنيتي عليه وده اهم حاجه. تورته بعجينه السكر، تسلم ايديكي، شغل حلو قوي برضو باين، والالوان حلوه كمان جدا. وتورته فواكه فراوله والكيوي، تسلم ايديكي، حلوه قوي برضو. تورته عيد ميلاد على شكل قلب ومزيناها، حلوه قوي برضو، جميله جدا جدا، تسلم ايديكو. بطاطا، ايوه بطاطا بالشوكولاته والمارينج، التورته اللي احنا كنا عملناها انت عاملاها اكواب، تسلم ايديكي، حلوه جدا برضو، هايله، تسلم ايديكي، حلوه جدا جدا. طيب انا بصوا، انا طلعت اول واحده، هسيبها بس تهدى شويه وبعدين اقطعها. عايزين بقى نعمل تالت نوع وهو ال بالمشروم، بس عشان ايه الناس اللي ايه ما بتاكلش لحمه او بتقلل اللحمه. معايا المشروم ومعايا اللي هو الزيتون، ومعانا الجبنه. خلاص هقول لكم بالظبط المقادير. يبقى معانا كوبايه جبنه موتزاريلا، وينفع جدا نزود الجبنه اللي هي الشيدر. معانا شرايح المشروم، معانا زيتون اسود شرايح، وفلفل الوان شرايح. هنعمل نفس القصه اهو، هاخد تاني من هنا كده وهحط الاول الجبنه، وبعدها هنحط عليها الشيدر. هحطها هنا احسن عشان ابقى اعرف انقلها. طيب انا سامع احنا لازم نروح فاصل، هنروح الفاصل. طب ناخد تليفون، انتوا ملخبطيني ليه؟ معانا سلوى. ايوه اهلا وسهلا. السلام عليكم حبيبتي. عليكم السلام، اهلا بحضرتك. الله يخليك، انا سعيده جدا لكل اللي انت بتقدميه، وشرفني ان انا بكلم حضرتك. الله يخليك، ده شرف ليا انا. الله يبارك لك يا حبيبه قلبي. الله يخليك. انا عايزه اطلب من حضرتك طلب. اتفضلي. انا عايزه الكيكه اللي بالجلاش. الكيكه اللي بالجلاش، كيكه حلوه ولا حادق؟ لا حلوه. حلو، حاضر. شكرا يا حبيبتي. شكرا، تسلمي لي يا رب. شكرا، مع السلامه. طيب انا خلاص هقفل، احط الطبقه الثانيه الجبنه اهي عليها، وهنروح لفاصل، وان شاء الله اجاوب على حضرتك لما نرجع من الفاصل. اشوفكم بعد الفاصل. اهلا بيكم معايا من الفاصل، وانا خلاص طلعت الاثنين، اتشوحوا ياخدوا اللون ده حلو قوي، ونبتدي بس ان احنا نقطعهم. هفكركم عملنا ايه. عملنا التورتية اللي ينفع جدا ببواقي اكل عندنا، سواء لحمة فراخ، اي بواقي عندنا ينفع ان احنا نعمل بيها التورتية، اللي هي كاسادية، اللي بتبقى سندوتشات كده بالتورتية، او بتورتية اللي هي العجينة دي اللي هي اللي احنا استخدمناها. ينفع ان احنا نشتريها، او ان احنا نعمل عجينة العشر السبع دقايق، مش العشر دقايق سوري، او عجينة حلو حادق. خلاص هحط بس ده على جنب، نحط بقى دي هنا ونقطعها برضو. ودي للناس اللي ما عندهاش بقى الجهاز اللي بيقفل من فوق ومن تحت. هفكركم، اللي عامل بعجينة السبع دقايق مش هيسيبها تخمر عشان تطلع معاكم كده، اما هتنفخ معاكم في الطاسة وهتبقى عاملة زي العيش الشامي، فضروري انكم ما تسيبوهاش تخمر. برضو يا ولاء، لو ننزل عجينة السبع دقايق، علشان انا كنت اتسألت عليها الحلقة اللي فاتت وملحقناش ان احنا ننزلها، اللي هي عجينة حلو حادق الفورية، سميناها سبع دقايق بس عشان نفرقها عن العشر دقايق، عجينة العشر دقايق. طيب كده في النص بقى، انا في النص عايزة احط بقى، انتوا عارفين دايما بتتقدم معاها الجواكمولي. يعني ايه جواكمولي؟ احنا برضو لازم نعرف ايه الحاجات دي.
عشان لما نروح اي مطعم يبقى فاهمين ده ايه. ده بيبقى عباره عن الافوكادو. الافوكادو ده دي ثمره حلوه جدا، مفيده، فايده رهيبه، لانها فيها دهون غير مشبعه هايله. خلاص بتتفتح، المفروض بنفتحها كده. احنا طبعا بنجس من بره هي طريه معانا ولا لا، ما تبقاش طريه قوي. بنفتحها بالشكل ده وبنقدر ان احنا نشيل دي. المفروض اهي طلعت على طول، مش محتاجه. خلاص ببتدي بقى افضيها في بوله، يا بتتقطع مكعبات يا بتتهرس حسب ما تحبوا، بس الدهون اللي فيها غير مشبعه ومفيده وصحيه بشكل غير عادي. فيفضل ان الواحد دي ايه، يبقى يعني يجرب ياخد منها. تقدم كمان على السلطات عموما تبقى حلوه جدا. سلطه مثلا عليها السلمون المدخن تبقى معروفه برضو بالايه، بالافوكادو، تبقى حلوه جدا. ننزل بقى مقادير الجواكومولي معانا، بقى حبه افوكادو مهروسه، بصلة مقطعة صغير، عصير ليمونة، ملح وفلفل، وطماطم متقطعة صغير، وكزبرة طازة مفروم، واللي عايز يحط شوية زيت زيتون ممكن. هي دي انشف شوية عن ان انا اعرف اهرسها بصراحة، هي مش ناعمة قوي، هي بتبقى عاملة زي الزبدة، طريان الزبدة، تبقى ناعمة جدا جدا. خلاص. وايه اللي كمان بيتقدم برضو مع الكاسادية والتورتية، اللي هو بقى ايه، بس هقطع شوية صغيرين هنا كده عشان ايه يبقوا صغيرين، الساور كريم والجبنة اللي هي المبشورة والطماطم معمولة بالبصل والكزبرة، دول بيتقدموا دايما جنبه للناس اللي يحبوا يزودوا على الساندويتشات. بس كده اهو، هنزود بقى عليه البصل، نحط بقى البصل، الكزبرة، الطماطم، عصير الليمون، وملح وفلفل، واللي عايز يزود زيت زيتون ممكن. فايدة رهيبة. الحاجة الوحيدة اللي مش مفيدة في كل الوصفه اللي انا قلتها دي هي حاجه واحده، قولوا لي انتوا ايه الحاجه دي. في الجواكومولي ده مفيد جدا اهو اللي احنا عاملينه ده، ومفروض بس الافوكادو يبقى اكتر شويه، هحاول اقطع التانيه كمان. جبنه والساور كريم هيتقدموا جنبهم، والطماطم دي بقت شبه دي، لازم ازود هنا هي بتبقى خضرة اكتر شويه على اللون الفاتح ده. ده كله صحي جدا. خلاص، والحشوات كلها صحيه جدا. ايه الحاجه بقى اللي مش صحيه معانا؟ قولوا انتوا، مستنيه تقولوا لي ضروري، مستنيه مكالماتكم، حد يجاوب لي بقى على السؤال ده. بعد كل ده لازم تكونوا عارفين بقى، صح ولا ايه؟ وديت المعلقه فين؟ طيب السؤال اللي جالي اهي، دي طريه جدا اكتر من اللي هي اللي كانت قبلها، فبصوا بتطلع احسن بسهوله ازاي. ده في ناس بيعملوا منها ميلك شيك وسموذي تشرب من كتر الفوائد بتاعته. كان في سؤال جالي قبل ما نروح الهوا، تورته او كيكه اللي هي الجلاش بتعمل حادق وحلو، ان شاء الله ابقى اعملها لكم حادق وحلو الاثنين. انا ما عملتهاش بصراحه قبل كده خالص في الحلقه، فان شاء الله هبقى اعملها في حلقه عشان نشوفها عملي معانا. ويا ولاء لو ننزل عجينه السبع دقايق، شكرا. وان شاء الله ان شاء الله عايزاكم اللي ما ابتداش العشر نصايح يبتدي يعملها، علشان الفتره اللي جايه دي حلوه جدا، والجسم هيستجيب احسن كتير جدا عن الفترات اللي فاتت. باكد برضو تاني،
بس نقطعها صغير كده وتمام كده. احنا كده يعتبر معانا سلطة الجواكومولي ومعانا الجبنة والساور كريم، دول هحطهم في بولات هنقدمهم بس في النص. احنا نروح بقى الفاصل علشان لما هنرجع من الفاصل هنعمل مع بعض كريمة تزيين للكب كيك بالفراولة ان شاء الله، وهيكون معايا طفلة ان شاء الله تزين معايا بقى. نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بيكم معايا من الفاصل، ومعايا فريدة عندها 9 ياغا، قالت لي 9. انت بتتكلمي الماني يا فريدة؟ انت في انهي مدرسة؟ Privilege Language School. اوكي، وبتاخدوا هناك الماني؟ طب حلو قوي. دي اللغة الأولى ولا التانية؟ التانية. اللغة التانية الأولى ايه بقى، عربي ولا انجليزي ولا؟ انجلش. انجليزي. طب حلو جدا. وبتاخدي الماني وانت في انهي؟ Primary 2 اللي هي تانية ابتدائي؟ اوكي. انت دلوقتي في رابعة خمسة؟ لا Primary 4 دلوقتي. رابعة. طيب لا حلو قوي. تتفرجي على سفرة؟ طب هي معلش ما لحقتش اقف معاكي خالص في الفاصل، قعدنا نجري كده ونظبط حاجات. بصي بقى النهارده هنعمل كب كيك. بتحبي كب كيك ولا لا؟ أحبه. اكيد. طب بتحبي الفراوله؟ طب بتحبي تزيني كب كيك؟ يلا عوضك بقى عن الفاصل عشان ما لحقتش اقف اتكلم معايا خالص. هقول لكم على مقادير اللي هي هنعمل بيها الكب كيك. معانا ثلاث طبعا كب كيك اللي انتوا عايزينه، يعني يعني سواء بقى هتعملوا مقادير بتاعتي 1 1 2 3 4 او هتجيبوا كب كيك او اللي حابينه. احنا المهم دلوقتي عندنا التزيين ان احنا عملنا كب كيك كتير قوي مع بعض. معانا 3 كوبايات لبن بارد، ومعانا 6 باكو دريم ويب بالفراوله علشان نعمل الزينه بتاعه الكب كيك بالفراوله. يبقى 3 كوبايات لبن بارد و6 باكو دريم ويب بالفراولة. خلاص هنحط اللبن البارد اهو، وهنحط عليه الباكوات وهنضربه. ايه رأيك، جربتي تضربي قبل كده؟ خليكي تضربي بقى دلوقتي، اضربي جامد. جرب بقى كده نضرب. نحط بس الاول الدريم ويب اللي بطعم الفراولة، وانا بيهمني رأي الاطفال جدا جدا في الريحة والطعم عشان هم اكتر. بصوا يعني الاطفال بيعرفوا اكتر كتير جدا من الكبار في ريحة الحاجة وطعم الحاجة. انتي ايه رأيك؟ اكيد الريحة حفت لغاية عندك صح؟ فظيعة صح؟ حلوة. فراولة فراولة ولونها بقى كمان، هي اصلا لونها مش محتاج، لكن اللي عايز يضيف كمان لون يخليها احمر اكتر كتير ممكن، بس هي لونها روز. في واحدة بس اتفتحتش، نفتحها ونضرب. يلا. لا لا هو لا بس بتكلم. انت ايه اللي انت حاطاه تحت ده؟ ايه اللي انت حاطاه تحت ده؟ ايه ده؟ ليه طيب؟ استني قبل ما تطلعيها. ايه العسل ده؟ حلو قوي. عسولة جدا. ده انتي اللي اخترتيه الشكل ده؟ حلو قوي. التبديب والقلوب تحفة. تسلم ايديكي. ولاء وراي وراي. افتحي افتحي. طيب يا حبيبتي حاضر. اوه دي حلوة قوي. دي هتطقم معايا مع التانية هناك. حلوة جدا. انتي اللي منقياها؟ تسلم ايديكي تحفة. انتي عارفة انا جالي برضو هدية. تعالي نروح هناك كده. اللي هي دي، نجيب ده على جنب كده. دي جاتلي برضو هديه. دي بقى نفتحها كده ونطقهم جنب بعض، بس يا رب الحق ان انا اركبها. انا في الحاجات دي باخد وقت الحقيقه. طب تعالي كده عشان لازم محتاجه مقص. دي محتاجة تتركب، دي محتاجة تتركب، بس تحفة لونها تحفة. هنشوفها معايا في الحلقات، انا سايباها هحطها جنبي. تسلم ايديكي يا رب، ومش عايزاكم تتعبوا نفسكم بعد كده كلكم ارجوكم. حاضر، حطها هنا دلوقتي
وهركبها. وميرسي جدا على الهديه، تسلم ايديكي وعلى ذوقك الحلو. تعالي بقى نضرب بقى سوا. برضو وقعت السماعه، يلا اضربي. بصي كده بقى تمسكي ونفضل نلف نضرب كده لغايه ما تمسك معايا. برافو عليك. معانا تليفون ليلى. ايوه يا ليلى يا حبيبتي، جميل. يا رب تفرجي على سفرة. اهلا بيك. انت عندك كام سنة؟ 9 ونص. 9 ونص، اهلا بيك. بتحبي تعملي ايه من سفرة؟ التورت. الايه؟ التورت. التورت، بتحبي يعني الحلويات اكتر. جربتي تعملي وصفة من عندي قبل كده؟ نعم. جربتي تعملي وصفة من عندي قبل كده؟ عملتي ايه؟ يا جامد انت، يا جامد. حلوه. شفتي بتاعت فالنتاين الفراوله اللي كانت من جوه فيها فراولات؟ عجبتك؟ قوي يا حبيبي. طب قولي لي، عندك سؤال؟ هسيبك الولاء، ما تقفليش خالص عشان تاخد رقمي. شكرا على المكالمه. قولي لي انت بقى، تسلم ايديكي. بصي مسك ازاي؟ اهو مسك جدا، بس هعمل الكريمه البودره ادخلها في النص. قولي لي انت، انتي بتحبي تتفرجي على سفرة؟ ايه الحاجة اللي عملتيها قبل كده؟ مكرونة بالصوص الوايت صوص. مكرونة بالوايت. يعني بتحبي الحادق أكتر ولا الحلو أكتر؟ الحادق شوية، لكن الحلو بحبه قوي. الحادق؟ بحبه برضه. بتحبيه برضه، بس الحلو أكتر بتقولي ولا الحلو؟ لا، ما أنا سلكي مش هيطول. طب ارجعي انتي خطوة بس لورا عشان يشوفوكي كويس. كده كويس؟ تمام، ردوا عليا. طب يبقى تمام. قولي لي، ايه بقى الحاجة اللي عملتيها من البرنامج بتاعي؟ بعمل كبكة كتير، بعمله بيبقى طعمه حلو قوي. لا استني، مش سامعاكي كويس. انا هطفيه خلاص، انا بس خلاص. شفتوا قوامه؟ بصوا قوامه عامل ازاي. نطفي بقى عشان اعرف اسمعها. بصوا قوامه شادد ازاي عشان يدينا شكل ما يسيحش فوق الكبكيك دي، مهمة جدا. معانا عجينة السبع دقايق على الشاشة، هتعجنوا كلها بس على بعض علشان تعملوا بيها التورتيلا اللي احنا عملناها من شوية. خلاص؟ يلا يا فريدة بقى قولي بقى، ايه الحاجة اللي عملتيها من البرنامج عندي قبل كده؟ كب كيك وكيكس. الكب كيك اللي هو ايه؟ علي بس صوتك شوية يا فريدة عشان ايه بيقولوا لي جوه انهم مش سامعينك. الكب كيكس بالفانيليا والشوكلت. اوكي، جربتي اللي هي الوصفة اللي هي 1 1 2 3 4 بتاعت البرنامج؟ لا، عشان ببقى في المدرسة فمش بلحق ساعات اتفرج. بتتفرجي طب على اعادة 8؟ ببقى قاعدة بذاكر، بس ببقى يعني في الاجازة لازم. شكلك شاطرة كده وبتقعدي تذاكري كتير صح؟ لكن في الاجازة لازم اتابع حضرتك. طب والله هايل، يعني بتتفرجي يوم الجمعة والسبت. مش بتلحقي تتفرجي على الايام التانية. طب قولي لي، انت شكلك شاطرة كده وبتذاكري كتير صح؟ مش بتعبه مامي خالص في المذاكره؟ لا، طالعه من الاوائل. شكلك كده ما شاء الله دؤوبه كده وشطوره. طب هي نفسك تطلعي ايه لما تكبري؟ شيف. شيف بجد؟ طب نفسك تطلعي شيف اكتر في اتجاه مثلا حاجه معينه، حلويات او حادق، ولا اكتر مثلا تغذيه؟ تدرسي تغذيه. تدرسي تغذيه. زي بقى. تعالي طيب امسكي معايا بقى، نضرب بقى، نحط كده. بصي شكله تحفه ازاي، هنحط عليه فراولات كمان. سهله صح؟ سهله قوي اهو، وريحتها تحفه بالفراوله. ممكن الواحد بقى يعمل بقى كمان بالشوكولاته. دريم عندهم بالشوكولاته وعندهم بالكريمه اللباني. ممكن الواحد يلون البيضه خالص، يلونها الوانات بقى تبقى مثلا لاعياد ميلاد الولاد، يعني دي تنفع اعياد ميلاد البنات. الروز صح؟ وللولاد الواحد يجيب البيضه ويحط لها بقى ايه، اي لون اخضر ازرق، تبقى شويه ايه مختلف. حاسه بيها؟ برافو عليكي.
وحسب مقاس الكب كيك، دي مش كبير قوي الكب كيك ده، فاحنا عاملينهم صغيرين. تحفه يجننوا. طيب تعالي بقى نحط فراوله. حط الفراوله، بس الفراوله دي بقى عايزين نصغرها شويه، لان احنا لو حطينا المقاس ده فوقيها هتبوظ. متهيألي هتغطس جوه صح؟ طب نجيب طبق ونقطع. تعالي نجيب طبق نعمله اشكال اصغر. قولي لي عندك اخوات؟ يعني دي صغننه مثلا قوي، دي اختاري حطيها في حته كده. اهو هنا في صغننين تحت اهو نطلعهم اهي. حطي اه، حلوه قوي انت حطاها تحفه اصلا، حلوه جدا كده اهو. انا بعشق الفراوله، انت بتحبيها؟ بحبها قوي. تحبيها تاكليها بقى في ترط وكده ولا عصير كمان؟ لا عصير وترط برضه. عصير وترط برضه بحبها في كل حالاتها بصراحه. طب انا عندي حل بقى اسهل، ندلقهم هنا اسهل لي اشوفهم. دي كبيره برضه شويه، طب حطي دي ممكن. حطي دي. انتي بتقولي عندك اخوات قد ايه؟ عندي يحيى عنده 3 3 سنين، وعندي محمد، بس محمد ابن خالتي بس بعتبره زي اخويا برضه. اوكي حطي دي بقى. عنده كام سنة؟ محمد عنده 3.5 3 سنين ونص. وبتعملي اي رياضة؟ بلعب تنس، كنت بلعب زومبا. حلوة الزومبا دي، دي رقصة صح؟ حلوة جدا. وسويمنج. حلوة قوي، عوم تحفة. طب واشمعنى نفسك تطلعي خبيرة تغذية وشيف؟ عشان انا بحب اعمل تورت وحاجات كده، وبرضه بحب اكل حاجات مغذية. برافو عليكي. مغذية ازاي بقى احكيلي؟ زي المكرونه البشاميل. ساعات بحب اكل البانيه، بس البانيه مش مغذي قوي عشان بالزيت. ما انت بتجربي تعمليه بقى في الفرن؟ هبقى اجربه في الفرن عشان يبقى صحي اكتر. بما انك عايزه تطلعي خبيره تغذيه لازم تبقى الحاجه صحيه صح؟ علشان ايه يعني الحاجات المتحمره دي ما تبقاش صحيه. طب قولي لي بتاخدي ايه معاكي المدرسه؟ باخد ساندوتشز. زي ايه؟ ساعات باخد توست، بالجبنة. توست بالجبنة. ساعات برضو باخد بانيه. طب التوست بيبقى عيش ابيض ولا عيش اسمر؟ ابيض. ابيض؟ طب العيش الابيض مفيد اكتر ولا العيش اللي هو الاسمر؟ الاسمر؟ ايوه العيش الاسمر مفيد اكتر. قولي لي مامي بتخبز في البيت؟ لا. ما بتخبز؟ طب يعني لو خبزت بقى وخبزتوا سوا مع بعض هتخبزوا حاجات حلوه جدا. تعالي نروح هناك عشان لازم نختم. اشكرك قوي على الهديه الحلوه اللي جبتها لي دي، انا هحطها هنا مع اللي زيها كده اللي جات لي هديه قبل كده برده عشان يبقوا متطقمين مع بعض. حط ده على جنب. وتسلم ايديكي، حطيتيهم حلو جدا جدا. انت عارفه لو انا كنت حطيتهم مختلف عنك، انت عاملاهم احلى مني تخيلي. يعني انا لو كنت حطيتها كنت حطيت دي فوقيها ما غطستهاش جواها، مع انها وهي جواها احلى كتير. تسلم ايدك هايله. هفكركم بقى احنا عملنا ايه مع بعض. عملنا مع بعض الكاساديه بثلاث حشوات مختلفين، وزي ما قلنا ممكن تعملوا الكاساديه نفسها العيش نفسه تورتيه بعجينه السبع دقائق. وعملنا مع بعض الجواكومولي، وبيتقدم الساور كريم جواكومولي والجبنه المبشوره وسلطه الطماطم جنبها بالشكل ده. وعملنا مع بعض كب كيك كمان اللي هو الفراوله بزينه كريمه دريم ويب بالفراوله، وزينناها بقى بشكل فني جدا جدا عشان في فنانه هنا. بشكرك جدا. عايز تقولي حاجه قبل ما نختم؟ اشكر مامتي ونناع علشان هما اللي علموني الاكل. والله هما كمان بيحبوكي جدا جدا وبيشكروكي جدا. انتي اصلا شاطره قوي انك طالعه قدام الشاشه كده
وكده يعني مش مكسوف. حلو قوي. ولا انت مكسوفه؟ مش مكسوفه صح؟ مكسوفة. ايوه كده. تعالي يلا نقول باي باي. اوكي يلا نقول باي باي. Thank you.